حصولها على السيارة. تهانينا والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الحفل الكريم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم أجمل تحية بهذه الانطلاق في ثالث أيام هذا الكرنفال، في هذه التحديات الكبيرة، في يوم السن الأوسط الخاص باللقاية بأشواطنا العامة. المسافة هي اليوم 5 كيلومترات. سيارة للمركز الأول في هذا الشوط، وهو الشوط الثالث الخاص بالقعدان، والشوط السادس الخاص بالفترة الصباحية في جملة الأشواط. مشاهدين الأعزاء، هذا الشوط متابعين الكرام للقعدان اللقاية، نتمنى التوفيق لجميع الإخوان المضمرين الخليجيين القادمين للمشاركة. وهنا متابعينا الاعزاء، بدايه مع المركز الاول في هذه اللحظات، الفارس تعود ملكيه للسيد هادي بن محمد الحباب في مقدمه هذا الشوط وفي بدايه الاسماء في هذه اللحظات. المركز الثاني في هذه التحديات، دورنا مع المركز الثاني ونتابع المركز الثاني وهو فراع. تعود ملكيه للسيد مبارك بن محمد بن سالم الكربي. يا سلام، المركز الثاني، التغيرات في هذه اللحظات مع سيلين قادم مع المركز الثاني. تعود ملكية للسيد حمد بن علي بن حمد القريسي المري. يا سلام، شوف المركز الثالث، دورنا مع المركز هنا الوزير السيد هادي بن سالم اللفجح. يا سلام، اختلط الحابل بالنابل ولم استطيع ان نحدد المراكز، ولكن غير في هذه اللحظات. ملبي ملبي يريد ويلبي النداء بالكيلو الاخير، السياره بالانتظار. لمن هذا الشوط؟ يا هل ترى لمن هذا الشوط؟ يا هل ترى لمن هذه السياره؟ ولكن عبيد بن قناص العامري يريد ان يقتنص الناموس والسيارة، لكن أسماء جديدة تدخل هذه الشعارات، بشار للسيد خليفة بن سلطان بن رشيد الاكتبي، وأيضا هنا شاهين للسيد سعد بن سعيد الرفادة. يا سلام يا سلام يا سلام، ولكن وين 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 الناموس وين؟ يا سلام يا سلام، رياض سالم بن هلال العفاري، والله تدخلات أسماء كبيرة في هذه اللحظات وتغيرات الشعارات، والتغيير جاري، التغيير جاري مع المراكز، ولكن هناك ما في أمان في المركز الأول. يا سلام، رياض قادم للسيد سالم بن هلال العفاري. يا سلام، واسعار فيصل بن طالب بن شريب المري، وايضا هنا بشار لخليفه بن سلطان بن رشيد. خلاص يا اخواني، خلونا مع مقدمه الشوط، ولكن هناك رياض ذهب بالناموس. رياض اقلع مع السياره، اقلع مع السياره والناموس الغالي. يا سلام، الزعفران بالانتظار، الزعفران والتكريم، ولكن رياض، رياض وثبت على المركز الاول وانتهى، فزع المركز الأول. وفي هذه اللحظات سالم بن هلال العفاري، يا سلام، الناموس، الناموس بالفعل، الناموس هو الناموس في هذا الميدان، ويستاهل الفوز ويستاهل السيارة سالم بن هلال العفاري. في اللحظات الأخيرة عند 500 متر الأخيرة يستحق الناموس. المركز الثاني بهذه اللحظات، المركز الثاني في هذه اللحظات اللي هو الحنيش للسيد محمد بن سعود المري. المركز الثالث، بشار للسيد خليفة بن سلطان بن رشيد. المركز الرابع في هذه اللحظات، ظبيان للسيد عواد بن محمد العطوي. المركز الخامس في هذه اللحظات، اللي هو مهاجر للسيد سالم بن محمد بن عضيلي العامري. مشاهدينا الكرام، تهانينا والناموس للسيد سالم بن هلال العفاري. شوف التوقيت الزمني في هذه اللحظات، 7 دقائق 49 ثانية، 8 أجزاء من الثانية. توقيت رياض. المركز الثاني كان من نصيب اللي هو بشار للسيد أو الحنيش للسيد محمد بن سعود المري. توقيت 7 دقائق 51 ثانية بدون أي جزء من الثانية. المركز الثالث، بشار للسيد خليفة بن سلطان بن رشيد الكتبي.
توقيته 7 دقائق 51 ثانية جزء واحد من الثانية.